طيب ده كلام مهم جدا. النهارده الاهلي يا جماعه استأنف تدريباته على طول من بعد مباراه المصري في ختام الدوري امبارح. الدوري اسدل عليه الستار، موسم استعاد فيه الاهلي هذا اللقب المحمود المهم جدا. وشايفين جانب من التدريبات، لانه بعد الاربع ايام اللي خدها فريق النادي الاهلي في القوى الاساسيه ال 13 لاعب اللي مستر مانويل اداهم اجازات قبل المباراه المصري، النهارده استدعى الجميع بقى لتمرينه قويه. دي بدايتها اللي انتم شايفينها، علشان بعديها الفريق يستأنف التدريبات الجمعه والسبت، يدخل معسكر ويوم الاحد مباراه الداخليه في الكاس. هنا عايز اتوقف يا استاذ ابراهيم عند نقطه اللي كنا بنتكلم فيها. كل الناس تقول لك ايه، هو النادي الاهلي بعد ماتش الزمالك ما اداش راحه للفرقه ليه؟ عشان عندنا ماتش كاس اهو. لا هو عارف يدي راحه للجميع، ولا هو عارف ان هو يعني يلعب بكامل قوته. هذا التارجح في ما بين التارجت اللي انت بتشتغل عليه وبين فكره ان انا خلاص حسمت الدوري لازم ادي راحات. في حاجات مش ضروري تتشرح للجمهور كل يوم والتاني يا جماعه. يجي واحد تصور ان في استوديوهات تحليليه كانت عماله تحلل الاداء بتاع ماتش المصري و بتحلله من الناحيه الفنيه، وكان ممكن الاهلي يعمل ايه، وكان يعمل ايه يا جماعه؟ الراجل حدد اهدافه خلاص وقال لكم قبلها باسبوع هجرب ناس كتيره جدا عشان يبقى عندي رؤيه، وعايز اشوف بعض الناشئين في بعض الاماكن الجديده. يعني هو تفتكر يعني ناوي يلعب برأفت خليل راس حربة؟ طب حطه ليه؟ عشان نشوف هل ممكن يعتمد عليه ولا لا؟ واخد بالك؟ دي تجارب من حقه بقى. وقلت لكم خلاص خلص الدوري، اعمل اللي انت عايزه، بلاش الضغط المستمر. لكن افهم ده جمهور اللي بيتطلع الى الارقام القياسيه وبيغير على الاهلي يعمل كده، لكن نقاط كبار وتحليل وعمال يتكلموا اصلا واخدينها بجد. واخدينها بجد قوي، زي ما كل الاهلي قصر وكان ناقص يقولوا ايه اخطاء كولر في التغيير في التشكيل في التشكيل وفي التغيير. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ والله العظيم ثلاثة، يعني احنا بننفرد بظواهر، في احنا هنتعرض لدوري طبعا. ده انا هقول لك على شوية ظواهر